السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسم النجم الجزائري محمد الأمين عمورة وجهته المقبلة بعد قرار مغادرته صفوف نادي سان جيرواز البلجيكية خلال سوق الانتقالات اللاعبين الصيفية للسنة الحالية. وتوصلت إدارة نادي سان جيرواز البلجيكي لاتفاق مع نظيرتها الألمانية في فريق فولسبورغ يقضي بانتقال محمد الأمين عمورة إلى صفوف الآخر في انتظار ترسيم الصفقة خلال الساعات المقبلة. وتمت صفقة انضمام لاعب المنتخب الوطني الجزائري من النادي البلجيكي إلى الفريق الألماني بقيمة 20 مليون أورو وبعقد يمتد لخمسة سنوات مقبلة وفق ما كشفه موقع صحيفة فانشال تايمز. وبدورها كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فنك الصحراء سيخضع لفحص طبي روتيني قبل توقيع عقد انضمامه إلى نادي فولسبورغ الألماني. كما ذكرت الصحيفة الفرنسية أن محمد الأمين عمورة كان هدفا لأندية مارسيليا الفرنسية وبرايتون الإنجليزي وشتوتغارت الألمانية ونابولي الإيطالية. وقالت بعد تقارير إعلامية قبل أسابيع إن نجم المنتخب الوطني الجزائري بات هدفا لنادي ليفربول الإنجليزية بتوصية من المدرب المغادر الألماني يورغون كلوب قبل أن يرفض لاعب خوض تجربة في البريمير ليج. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين شاركوا لنا أنباءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.